السلام عليكم. سجل الديوان الوطني لعلم الفلك ورصد الزلازل اليوم الأحد هزة أرضية بشدة 3.7 درجات على سلم ريشتر بولاية باتنا، وحدد مركز الهزة الأرضية التي ضربت في حدود الساعة 9:10 صباحا بثلاثة كيلومتر جنوب غرب ولاد السلام. هذا وحسب الحماية المدنية لذات الولاية فلم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية باستثناء بعض حالات الهلع والخوف بين المواطنين. وللإشارة، تعرف عدة ولايات جزائرية عدة نشاطات زلزالية وصفها خبراء في علم الفلك بالطبيعية والعادية ولا تشكل أي خطر. كانت أقواها بولاية بجاية حيث بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.